ليلة طربية من كلاسيكيات الموسيقى العربية الخالدة تأخذنا إلى صالونات الموسيقى في عهد السلاطين القدامى من بلاد الشام الحضارة فلسطين، وحضور ملفت ونقطة مضيئة في سماء المهرجان. هذه المرة المطربة لامار واسمها الحقيقي رولا حسن، والتي لا تهتز إلا لفن الطرب وتنهل من ريبرتواره التاريخي الغني، تطل من ليل المدينة رفقة فرقتها الموسيقية بقيادة الملحن وعازف القانون مهران مرعب، لتتحف الحضور بباقة من أجمل الأغاني الوطنية والعاطفية والموشحات الطربية. تحضير كبير كان للمهرجان من قبلنا، تحضير التوزيعات للفرقة، وأكيد كان في أعمال جديدة منحب نعرضها بهذا المهرجان. يشرفنا طبعا وجودنا بالمغرب. تجربة جميلة، خصوصا عم نقدم ألحان الخاصة فينا. تفاجأت من طيبة الناس، تفاجأت للأفضل، والجمهور رائعين. أكيد تجربة جميلة، وبتمنى أنها تنعاد كمان، ما تكون أول مرة فقط. إلى العصر العباسي الباذخ ما بين القرن الثامن والحادي عشر، إلى فن المقام في تلك الحقبة الذي يعني في التقاليد الكلاسيكية العراقية الغناء بشكل عام لكن بلون عراقي طربي. الفنانة فريدة محمد علي سيدة المقام العراقي وابنة كربلاء أبدعت وأمتعت بصوتها القوي الذي أعاد للأذهان أصوات الزمن الجميل. مهرجان فاس أكيد طعم آخر، كونه من المهرجانات الدولية المشهورة جدا واللي تجمع فنانين من مختلف أنحاء العالم، وكان فرصة طيبة إن اليوم أيضا إنه نكون أحد الفرق المشاركة في هذا المهرجان. طبعا اليوم أكيد شفت حسيت الجمهور مستمتع بال، حتى لو ما يفهم الكلام يعني كان مستمتع بالموسيقى، موسيقى الشرقية العراقية التراثية. وهذا المهرجان يعني اللي مشاركت الثانية، واعتز بهذا المهرجان جدا لأنه يهتم بالتراث ويقدم التراث على أصوله لكل الجمهور إذا كان الغربي أو العربي حتى يستمتع. إذن التراث وإحياء التراث في عمق فسيفساء المهرجان الذي يحرص على أن يكون الحوار حوارا فنيا ونقطة تلاق بين مختلف الثقافات والحضارات.